هاي طور المزارعين الصينيين الفانك شوي لما لاحظوا انه كل عناصر الارض مهمين وكيف بيأثروا على نمو المزروعات وكيف في مطارح افضل من غيرها. هالمفهوم ساعدهم ليلاقوا الطرق الافضل ليحصلوا على الهواء المي والشمس لمزروعاتهم. العناصر الطبيعية الخمسة يلي بتنبنى عليها الفانك شوي هي الخشب، الارض، النار، المي والمعدن، يلي اذا نحطه بالشكل المناسب بقلب غرفة رح يخلقوا توازن حلو. هالعناصر بيتمثلوا بالنباتات، الضوء الجاي من الشباك والالوان المستخدمة. مدخل البيت اساسي بالفانك شوي، والناس ممكن ينسوا شو في على باب البيت، بس الطاقة بتبدأ من هونيك. لهيك من المهم تنسيق الالوان والديكور لانه المدخل هو ممر الطاقة لداخل البيت. مين قال انه اعادة ترتيب الفرش بالبيت كل فترة مهم لتجديد الطاقة فيه؟ انا قال. بشوفكم بكره.